هالو لويتي، هيرتسليش فيلكومن. فيديو اليوم هو الفيديو التاسع من سلسلة تعلم اللغة الألمانية للمبتدئين الخاصة بمستوى الـ A1 الموجودة على قناتي. لو بتتذكروا بالفيديو الماضي تكلمنا عن أنواع الأفعال المطلوبة منا بمستوى الـ A1 وذكرنا خمس أنواع وقلنا هم بالأصل سبعة، لكن المطلوبات منا بمستوى الـ A1 هم خمسة. موضوع فيديو اليوم هو الاشتاكة فيربن، الأفعال القوية. بالفيديو الماضي تكلمنا عن الأفعال المنتظمة والغير منتظمة وقلنا أنه لسه في عنا قوية وناقصة وقابلة للفصل. ممكن كثير منكم ينزعج أنه قاعدين إحنا بنضخ معلومات وبنشرح بالأفعال من بداية السلسلة، لكن الثلاث أنواع الأولى اللي هي الأفعال المنتظمة والقوية والغير منتظمة هي أهم أنواع للأفعال، وبناء عليها أنت بتبدأ تبني اللغة الخاصة فيك. يعني لما تيجي تمشي بشكل منظم على المنهاج المحطوط من أغلب الكتب المعتمدة بتلاقيه في نفس الترتيب هذا، يعني الأفعال الناقصة والقابلة للفصل راح نأجلهم شوي، وبالفيديوهات الجاية راح نبدأ نتكلم عن مواضيع مختلفة مثل نفي وتنكير أدوات التعريف بالإضافة لموضوع الجمع باللغة الألمانية. خلونا نتعمق بفيديو اليوم. قلنا راح نتكلم عن الشتاكا فيربن، الأفعال القوية. شو اللي بيختلف بالنسبة للأفعال القوية عن المنتظمة والغير منتظمة؟ بيحكي لنا الأفعال القوية عند تصريفها يتحول الحرف الصوتي إلى حرف صوتي آخر. يعني لو بتتذكروا بالفيديو الأول تكلمنا عن الحروف الصوتية، اللي ما شافه يرجع يشوفه عند الاستفهام وبعدها يرجع. بالأفعال القوية الحرف الصوتي بتحول لحرف صوتي آخر أو بتحول إلى حرف أوملاوت. برضو اللي مش فاهم شو يعني حروف أوملاوت يرجع ويمشي بالتسلسل عشان يبني اللغة بأفضل طريقة ممكنة. قلنا الأفعال القوية شو بصير فيها؟ بتحول الحرف الصوتي إلى حرف صوتي آخر أو بتحول إلى حرف أوملاوت. عندنا معلومة بتحكي لنا أن عدد الأفعال القوية بمستوى الـ A1 من 17 ل 20 فعل. طيب يا أحمد، شو ممكن نستفيد من هاي المعلومة؟ اللي لازم تعرفوه أنه هاي الـ 17 ل 20 فعل لازم تحفظوهم بشكل مباشر إنهم أفعال قوية، لكن إحنا ما رح نحفظهم مع تصاريف الأفعال، يعني مش زي الأفعال الشاذة الأنغيجلا مسج فيربن، ما رح نحفظهم بشكل مباشر، إنما رح نحفظ إنهم أفعال قوية، وبناء على إن حافظين إنها أفعال قوية رح يتم تصريفها بناء على الشكل اللي رح نحكيه بعد شوي، وهو إنه بتحول الحرف الصوتي لحرف صوتي آخر أو إلى حرف أوملاوت. اللي شايف المواضيع كثير معقدة عليه يرجع للفيديو الماضي ويراجعه عشان يفهم أنا إيش قاعد بتكلم. عندنا معلومة مهمة جدا بيحكي لنا يتم التغيير فقط عند الضمائر الشخصية التالية. يعني لما إحنا نيجي نتكلم عن تصريف الأفعال القوية لا يتم التغيير على كل الضمائر الشخصية، إنما يتم التغيير فقط عند الدو والإير والزي والأس. يعني لو تتذكروا بالأفعال الماضية لما حكينا عن الأنغيجلا مسج فيربن والأفعال المنتظمة قلنا إنه إحنا بنغير على كل الضمائر، وقلنا النهاية اللي هي الإندونج مش الشتام، الإندونج بعد شوي حكي لكم ليش رجعت للموضوع. قلنا إنه بنغير على كل الضمائر وكل ضمير أجت له نهاية معينة، بس لما نيجي نتكلم عن الأفعال القوية لازم نعرف إنه الضمائر بس هاي اللي بتتغير، اللي هي الدو والآزي أسمن، هذول بيجوا بنفس المربع. وبالنهاية بحكي لنا تقسم تصاريف الأفعال القوية إلى أربعة أقسام، يعني في أربع حالات أساسية يتم التغيير بناء عليها. شو التغيير أو كيف يتم التغيير؟ بتحول الحرف الصوتي إلى حرف صوتي آخر أو إلى حرف أوملاوت. والآن رح نوضح لكم الأمور بالأمثلة. لو تلاحظوا عندنا هنا الأربع حالات اللي بناء عليها يتم التغيير، اللي هي الحالة الأولى حرف الـ A بتحول لـ A، يعني حرف الـ A بتحول لـ A أوملاوت. زومبايشبيل على سبيل المثال عندنا شلافن وتغاغن وفاغن. شلافن هو فعل ينام، تغاغن هو يرتدي الملابس، وممكن يجي بمعنى يحمل شيء معين، والأخير فاغن بمعنى يقود أو يسافر، لكن هي بالعادة تستخدم للسفر بالسيارة. بالنسبة للحالة الثانية بحكي لنا إنه حرف الـ A بصير E، مثل sprechen بمعنى يتحدث، helfen يساعد، essen يأكل.
الحالة الثالثة حرف الآ بصير إي. إي طبعا هذا الموضوع عملنا عنه فيديو منفصل، بإمكانك تروح تشيك إذا عندك مشاكل بالنطق، مثل زيهن يرى، ليزن يقرأ، وقشيهن قشيهن بمعنى يحدث أو هو فعل الحدث. الحالة الأخيرة اللي هي حرفين أو مقطع الآو بصير أوي أوي. اللي عنده مشاكل بالنطق يرجع للفيديو الأول، بكرر، مثل لاوفن لاوفن بمعنى يجري أو يركض، بالإضافة لزاوفن زاوفن زاوفن بمعنى يشرب، لكن مش بالمعنى الشرب اللي هو مثلا دخنكن، لا زاوفن ممكن نستخدمها أكثر في شرب الكحول. ننتقل لأمثلة تصاريف الأفعال. لو بتلاحظوا أخذنا فعل من كل حالة، مش حكينا في أربع حالات، أخذنا أول مثال من كل حالة ورح نتفصل فيه مع جميع الضمائر الشخصية لنوضح لكم الأمور. طبعا زي ما حكيت لكم التغيير يتم فقط عن ضمير الدو والإعز إس، يعني الإش والفيا والإيا والزيكوس والزيك لاين راح تضل زي ما هي بدون أي تغيير. خلونا نشوف كيف. عندنا المثال الأول مع فعل شلافن، شلافن بمعنى ينام. لما نحكي إيش بتصير إيش لافن، إيش شلافن، زي كأننا بنتعامل مع فعل منتظم بشكل مباشر ما في أي مشاكل. لكن لما نيجي نتكلم عن ضمير الدو راح تصير دو شليفست، دو شليفست. ليش شليفست؟ لأنه حرف الآ صار إي، صار أوملاوت. ليش صار أوملاوت؟ لأن قبل شو حكينا حرف الآ بصير إي في الأفعال القوية. لما نيجي نتكلم عن الإي زي إس راح نلاحظ أنها تغيرت. ليش تغيرت؟ لأنها من الضمائر التي يتم عليها التغيير بالأفعال القوية. نشوف شو التغيير اللي صار. مثلا إي شليفت، إي شليفت، شو اللي صار؟ اللي صار أنه حرف الآ تحول ل A أوملاوت. بالنسبة لضمائر الفي والإي والزيجوس والزيك لاين لا يتم عليها أي تغيير وتصرف كما أنها أفعال منتظمة. يعني بشكل مباشر بنقول فيا شلافن، إي شلافت، والزيجوس والزيك لاين شلافن. خلونا نشوف المثال الثاني، شبريشن، شبريشن يتكلم ويتحدث. إيش شبريشن؟ إيش شبريشن؟ أنا أتكلم. دو شبريشت، دو شبريشت. شو اللي اختلف؟ اللي اختلف انه حرف الآ صار إي. ليش؟ لأنها من الأفعال القوية والحالة الثانية، حرف الإي بصير إي. وأيضا عند الإي زي إس راح نلاحظ نفس الشيء، التغير حصل راح تصير إي شبريشت، مثلا إس شبريشت. بالنسبة للفيا والإي والزيجوس والزيك لاين لا يتم عليها أي تغيير وراح تنزل زي ما حكيت لكم زي كأنها أفعال منتظمة، يعني فيا شبريشن، إي شبريشت، للزيجوس والزيك لاين شبريشن. بالنسبة للحالة الثالثة خلينا نشوفها في فعل زيهن، زيهن بمعنى يرى. إيش زيها؟ إيش زيها؟ أنا أرى. دو، خلينا نشوف شو اللي صار. دو زيست، دو زيست. شو اللي تغير؟ اللي تغير اللي هو حرف الآ صار إي. لما نيجي نتكلم عن الجزئية الثالثة قلنا حرف الآ بصير إي. يعني الأمور بسيطة واضحة، فقط أن نحفظ أنه هاي أفعال قوية وبناء على ذلك بنكمل. ممكن يجيني واحد ذكي منكم يحكي لي طيب يا أحمد أنت قاعد تحكي التغير بيصير على الحروف الصوتية، لنفرض الفعل فيه حرفين صوتيات شو أسوي أنا؟ مثلا عندنا فعل زيهن بمعنى ينظر، فيه حرفين آ، وحكينا انه من الافعال القوية واللي يتم عليها التغيير على حرف الاو بصير اي. طيب شو اسوي انا؟ اي حرف اختار؟ احكي لكم، لما احنا بلشنا نتكلم عن الافعال اذا بتتذكروا بالفيديوهات الماضية حكينا انه الفعل بالاصل يقسم الى قسمين، الى شتم واندونج، وحكينا يقسم الى جذع او جذع ويقسم الى نهاية، وقلنا انه دائما لما نيجي نتصرف الضمائر الشخصية مع الأفعال يتم وضع نهايات خاصة بالضمائر، وقتها بتم التغيير على الإندونج وليس الشتم. لكن لما لا نتكلم عن الأفعال القوية يتم التغيير دائما على الشتم، يعني أنت الإندونج لا تلمسها. مش قلنا دائما في إن اللي هي صيغة المصدر تاع
تبعت الفعل هاي لا يتم عليها أي تغيير، فإحنا مباشرة ننتقل للحرف الصوتي الآخر اللي ما توضحت له الأمور بشكل لا واضح على الآخر، يرجع لفيديوهات الضمائر الشخصية شرحناها بشكل مفصل وتكلمنا شو يعني شتم وشو يعني اندوم. خلونا نكمل. قلنا الدو بتصير زيست، الاير زي اس بتصير زيت، يعني بشكل مباشر يتم التغيير على هدول الضمائر الشخصية وبناء على الحالات الأربعة اللي حكيناها، وفي هاي الحالة حرف الا بيصير اي، لذلك هان وضعنا اي. بالنسبة للفي والاي والزيكوس والزيك لاين زي ما حكيت لكم ما بيصير عليهم اي تغيير، يعني فيا زيهن ايا زيهت، والزيبوس والزيك لاين زيهن. خلونا ننتقل بشكل مباشر لاخر فعل معانا وهو الخاص بالحاله الاخيره تبعت مقطع الاو اللي بيصير اوي. ايش لاوفه؟ ايش لاوفه؟ طبعا لاوفه من وين اجت؟ من فعل لاوفن بمعنى يركض او يجري. الدو لويفس لويفست، قلنا ايش ايش لوفه ايش لوفه، لكن الدو لويفست لويفست. ليش لويفست؟ لانه مقطع الاو صار اوي اوي. ليش؟ لان حطينا اوم لاوت على حرف الا فبصير نطق المقطع اوي اوي. بالنسبه ايضا للاز اس بتصير لويفت لويفت. اما بالنسبه للفي والاي والزيكوس والزيك لاين يتم تصريفها زي كانها افعال منتظمه زي ما حكيت لكم، يعني فيا لاوفن ايا لافت، والزيكوس والزيك لاين لاوفن. اللي بحب ياخذ سكرين شوت وهيك بنكون خلصنا فيديو اليوم. اذا بتعرف اي شخص مهتم بموضوع اللغه شير له الفيديو ليستفيد ويمشي معنا بشكل منظم. بدي انبهكم على موضوع الانستغرام، قاعد بنزل عليه كويزات بشكل اسبوعي تزامنا مع موضوع الشورتس فيديو الخاصة بسلسلة تعلم الألمانية بسرعة. وكان معاكم احمد، لا تنسوا اللايك والاشتراك، نراكم في فيديو قادم. تشوس.